يسعدنا أن يكون ضيفنا أيضا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فهد الشليمي. أستاذ فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور فهد، السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم، أتمنى لك التوفيق وأسعد الله أوقاتك بالخير. شاكر لكم الحقيقة على تواجدي معاكم، وكل التحيات للأخوة في اليمن، وبارك الله جهودكم الإعلامية، وبارك الله جهود الرجال المخلصين. اليوم نقف عند هذه الأحداث التاريخية حقيقة، رحيل الشيخ خليفة بن زايد بعد هذه الرحلة الطويلة من العمل الجاد، من تلك الإنجازات الكبيرة التي وصلت إليها الإمارات، واليوم يتسلم أيضا مقاليد الحكم في هذه الدولة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي عرف بأنه يعني طموح إلى أبعد الحدود. وصلت الإمارات اليوم إلى الفضاء، عندها أبحاث ربما تعدت الكثير من الدول التي كنا نقول أنها يعني الدول الكبرى في العالم. اليوم الإمارات تنافس في كثير من الملفات الدولية، بل حاضرة وبقوة ومؤثرة على المستوى الدولي في كل المجالات، في التعليمية تعتبر في مصاف الدول المتطورة جدا في هذا الجانب، الاقتصادية تخطت كثير من العقبات خلال الفترة الماضية. ربما نقول تجهزت هذه الدولة لتكون حاضرة وبقوة، بل ومؤثرة وصانعة قرار على المستوى الدولي. أهمية أولا تلك المرحلة التي مرحلة التأسيس، مرحلة الجهد وبذل الجهد الكبير للوصول بهذه الدولة إلى هذا المستوى، واليوم تعيش مرحلة أخرى. كيف يمكن أن نسمي تلك المراحل وصولا إلى اليوم، وما هي قراءتنا لمشهد وواقع الإمارات في قادم الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عبر قناتكم الموقرة أود أن أعزي شعب دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية بوفاة الشيخ خليفة بن زايد يرحمه الله، وأود الحقيقة أن أتمنى التوفيق والبركة والخير والسداد لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأنا أعتقد يعني دولة الإمارات بالرغم من 50 سنة في تأسيس الدولة، إلا أن الحقيقة يعني خطت خطوات كبيرة، يعني قفزات كبيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الدفاعي أو على المستوى الحقيقة الإنساني. أعتقد أن هذا لم يأتي يعني من قبيل الصدفة. هناك في إرادة، هناك في عمل، هناك الحقيقة في تخطيط، وأيضا الاستفادة من خبرات الآخرين. مرحلة الشيخ زايد الله يرحمه كانت هي مرحلة التأسيس، بناء مؤسسات الدولة، بناء دستورية الدولة، وجود دستور. اليوم الانتقال السلس للسلطة كان يراعي الدستور الذي وضعته دولة الإمارات لنفسها. الانتقال كان انتقال دستوري واضح كما ينص عليه دستور الدولة في تداول السلطة. بالتالي مرحلة الشيخ زايد كانت الحقيقة يعني مرحلة البدايات، والبدايات دائما صعبة. لكن لما تأسست الدولة دخلنا مرحلة التمكين اللي تحدث عنها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد. مرحلة التمكين أن مؤسسات الدولة تكون رصينة، القيادات الشبابية أحد معالم هذه المرحلة، الإنجازات خصوصا على مؤشر التنمية ومؤشر الأمان ومؤشر التجارة، كلها كانت الإمارات من ضمن المراكز الأولى إن لم تكن الأولى في الشرق الأوسط أو في الدول العربية. الآن المرحلة اللي القادمة أتوقع هي الحقيقة يعني مرحلة مواجهة التحديات. إحنا الآن العالم فيه مشاكل كبيرة، فيه تعدد مصادر الطاقة، أنت تحتاج تنوع مصادر الدخل، هناك حروب إقليمية قد بين دول عظمى. في السابق كانت الدول العظمى تمارس حروبها عبر اللاعبين المحليين وكلا، أو اللاعبين الإقليميين. نعم. الآن لا، الدول العظمى دخلت الملعب. لو تشوف تنظر تحلل حرب أوكرانيا تجد روسيا وتجد حلف الناتو يتدخل بطريقة غير مباشرة، يعني يرسل أسلحة، فأنت أمام وضع خطير. الصين
غير متوافقة مع هذه الخطوات اللي يقوم فيها الناتو. نعم. أزمة غذائية، تحدي صحي كبير الآن موجود. هذه الحقيقة تتطلب الحقيقة مزيد من الرعاية، مزيد من التركيز، مزيد من الاهتمام، ومزيد من القرارات الصعبة. الحكمة هنا تتجلى الحكمة في اختيار الموقف المناسب، لأن الموقف الآن يعني يبنى عليه كثير من التبعات. بلا شك، لأن في هذه النزاعات هناك خاسرون ورابحون. كان هناك جرأة حقيقة كبيرة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في فرض كثير من المواقف الدولية خلال ممكن نقول السنة الماضية، يعني حضور مختلف. كثير من المحللين الدوليين تحدثوا عن موقف أحادي يمكن نقول، ولكن نابع من المصلحة الخاصة للدولة. بلا شك، يعني أنا أعطيك أمثلة كثيرة. أعتقد أن دولة الإمارات، وخصوصا يعني في الفترة اللي كان يقود فيها الشيخ محمد بن زايد عندما كان وليا للعهد، يعني كان الشيخ خليفة على الأقل ظروف الصحية تمنعه، فبالتالي كان هو اللي بالصورة دخولها في مجلس الأمن. هذا إنجاز، الإنجاز الفضائي وعلوم الفضاء، البصمة الإنسانية، يعني من يرسل طائرات في عز أزمة كورونا لجلب الرعايا العرب العالقين في مدينة ووهان الصينية اللي هي بؤرة كورونا، أيضا الاستجابة للحكومة الشرعية اليمنية بعد الانقلاب الحوثي وبعد الحقيقة السيطرة الحوثية. هذه كلها الحقيقة نقاط جعلت دولة الإمارات موجودة على الخارطة بشكل فلاش واضح. الدور الدبلوماسي والسياسي، الوساطات اللي تمت وقامت فيها دولة الإمارات ما بين الدول المتنازعة، يعني أريتريا وأثيوبيا، أيضا الدعم لمصر بعد الربيع العربي اللي أصبح خريف عربي الحقيقة. هذه كل الحقيقة جعلت العالم ينظر إلى الإمارات كدولة شابة عندها إمكانيات، عندها قدرات، ومقبولة من كل الأطراف الدولية. توج هذا القبول على شكل نجاح في المؤتمرات الدولية، آخرها إكسبو 2020. نعم. استطاعوا أنهم ينظمون هذا ويجلبون العالم لهم، فأصبح يعني العالم يتواجد في دبي. هذه الحقيقة على قمة النجاحات خلال 5 سنوات الفائتة. نعم. إذا تحدثنا حول مسألة التعليم وكيف أولي هذا الملف، يعني عناية مختلفة تماما، بل تعامل معه كأنه يعني من ضمن كأنه دفاع، كأنه أشبه ب ليس وزارة التعليم ولكن وزارة الدفاع. نلاحظ أن كثير من الجوائز الدولية حولت الأنظار في العالم إلى الإمارات. كثير من الشخصيات المعروفة على مستوى الابتكار كانت في تحولت إلى الإمارات. كيف تنظر إلى هذا النشاط، وما هو المغزى الذي يراد منه في 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 مسألة أن تكون الابتكارات والتعليم والتنمية وأيضا التكنولوجيا الحديثة حاضرة في مشهد الإمارات ونشاطها؟ أنا أروح وأرجع الإمارات، يعني دائما أنا أعتقد عندهم فلسفة، خصوصا مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الله يحفظه، أنه يركز على الإنسان الإماراتي. فكان يقول كل إماراتي هو سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة، فكان يركز على البناء الإنساني. كيف تطور هذا البناء الإنساني؟ هذا البناء الإنساني تطوره بالتعليم. التعليم هو رأس مال الأمم. الحصول على تعليم جيد ووضع آمن ووضع اقتصادي، هذه كلها الحقيقة تعطي تقدم للدولة. الدولة تقاس بمعايير كثيرة، بالرخاء، بالأمن، بثقافة الشعب والقدرات التعليمية والأكاديمية، عدد البحوث اللي موجودة، عدد الجامعات اللي موجودة، المؤتمرات العلمية اللي تعقد فيها. كل هذا الحقيقة يعني أعتقد أن الشيخ محمد بن زايد بالذات هو المهتم في هذه الأسلوب، وأشاهده في الخطب أيضا الاهتمام حتى برياض الأطفال.
تشاهد فيه فيديوهات هو جالس مع الأطفال ويرسم معهم ويتحدث معهم، وهم أطفال يعني هو في منصب عالي، لكن هذا يعطي إيحاء ويعطي صورة لكل المسؤولين أن هؤلاء الصغار هم رجال الدولة القادمون. وهذا واضح جليا الحقيقة، لو تشوف معدل أعمار متوسط أعمار الوزارة أو الوزراء في حكومة الإمارات، معدل الحقيقة يافع، معدل شاب جدا يعني قد يصل إلى 30 سنة. يعني وزير الذكاء الاصطناعي وهو في وزارته خاشش الخدمة الوطنية، يعني لا يتجاوز عمره 25. وزيرة الشباب أيضا لا يتجاوز عمرها 25، وقيس عليها الوزراء الآخرين الحقيقة. التعليم هو الحقيقة الركن الرصين لتقدم الشعوب والاستفادة من إمكانياتها مستقبلا. أيضا لو لاحظنا في توجه تمكين المرأة وإفساح المجال لحضورها الفاعل في على المستوى الاقتصادي والسياسي والتعليمي والتنموي وإبداء الرأي و خلق جو مناسب لتمكين المرأة في هذه الفترة. رأينا الكثير من النشاطات المميزة للمرأة الإماراتية والشابة الإماراتية. صحيح، نقطتك هذه مهمة جدا اللي هو تمكين المرأة، وأنا أعتقد دولة الإمارات كانت تريد أن ترسل رسالتين. الرسالة الأولى الاستفادة من قدرات المرأة حتى سمحوا لها بالخدمة الوطنية إذا كانت ترغب، يعني بدخول المؤسسة العسكرية كمجندة وليس الحقيقة كموظفة، وهذه خطوة سابقة في دول المنطقة كلها. النقطة الثانية هو يريد أن يوجه رسالة للعالم، للأوروبيين لما كانوا يقول لك المرأة مضطهدة في العالم العربي، المرأة عند المسلمين ليس لها قيمة، هو جعلها في مراكز الحقيقة المسؤولية. وفي خطة في مجلس الوزراء دولة الإمارات يقودها نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، بأن يجعل نصف أعضاء الحكومة الإماراتية من النساء. المعدلات اللي موجودة في دولة الإمارات في تمكين النساء معدلات عالية جدا، وشوف منهم حوالي 5 وزيرات. نعم. بالإضافة إلى المدراء العامين، هذا كل الحقيقة جهد يصب في تمكين المرأة. نعم، الحضور الآخر وهو الاهتمام بالتراث والموروث والآثار، يعني أن يفتح متحف اللوفر أبو ظبي. نعم. يعني ربما نقول يعني التنافس في هذا المجال على المستوى الدولي، دعم الفنون بمختلف أنواعها، التعامل مع فنون العالم ومع موروث العالم الفني والإبداعي، كان أيضا له حيز كبير في هذا الجانب. أنا زرت متحف اللوفر وحاضرت فيه، كان لي ندوة في متحف اللوفر. أنا أعتقد جلب والتعاون مع متحف اللوفر اللي أساساً في باريس وإحضار للمنطقة العربية هو تسليط الضوء على هذه المنطقة العربية. نعم. على إمكانياتها، على الكوادر اللي ممكن تدير هذا المتحف وهذا التراث الإنساني. أيضاً النقطة الثانية هو جلب الخبرات. الآن لدينا شباب الحقيقة في الخليج تدربوا على إدارة المتاحف، إدارة التراث، أيضا نأتي إلى التراث الشعبي. دولة الإمارات الحقيقة اهتمت قيادتها في التراث الشعبي اللي الموروث اللي هو سباق الهجن، سباق الخيول، الصقور، الاهتمام بالبيئة، المحاولة الحقيقة تفقيس طائر الحبارة النادر اللي الآن في منطقتنا العربية والاتيان به من مناطق متعددة، والحقيقة جعله يعيش في البيئة الخليجية. نعم. يعني هذه كلها أفكار نفذت على أرض الواقع، وأنا حقيقة شاهدت العديد من المحميات في هذا الموضوع. ففعلا يعني هم سبقوا الحقيقة العديد من دول المنطقة في الحفاظ على البيئة والاهتمام بها. إذن يعني مستوى التطلع للمستقبل ربما نقول ليس له حدود، والمستحيل في تحقيق
ما يصبون إليه لا يوجد كما يقول عوائق أو مستحيل، مهما كانت الظروف ومهما كانت المتغيرات. هناك أهداف رسمت للقيادة أو رسمتها القيادة للوصول إلى 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 تحقيقها، وحققوا كثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية. ما هي كلمتك الأخيرة أستاذ دكتور فهد؟ ونحن نرى هذا التحول السلس ومشهد جديد الآن بقيادة محمد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمقاليد السلطة في 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 الإمارات العربية المتحدة. قبل لا أقول كلمة الأخيرة خلني أقول شيء سريع. قبل 5 سنوات كانوا يدربون الطاقم الأولاد الشباب على كيفية التعامل مع كوكب المريخ. نعم. وعاملين مشبه وقالوا حنعمل مسبار، وإحنا يعني ننظر مستغربين. بعد 5 سنوات وجدنا هذا المسبار وصل المريخ. الآن حيعملوا مدينة في المريخ في الأرابيك كوارتر، في الجزء في الربع العربي في المريخ، وراح يسمونها دبي في 2071 إذا الله أحيانا. فهذا الفكر يعني يتحقق، هو راح يعملون مدينة اسمها دبي في المريخ، ويجهزون الكوادر، كوادر الآن دربت وكوادر تتدرب وكوادر سوف تتدرب بعد 30 سنة للحصول على هذا الإنجاز. وبالتالي هذا تخطيط يعني بعيد المدى، لكن الحقيقة بوجود الإمكانيات. الانتقال للسلطة أعتقد أن انتقال يسر وسهل ودستوري، لأن حسب الدستور يجتمع المجلس الأعلى لدولة الإمارات والحكام دولة الإمارات ويقرر انتخاب رئيس، وهذا ما حصل الحقيقة في اليوم الأول في العزاء. يعني بالتالي هناك اتفاق تام على هذا الموضوع. نتمنى لهم إن شاء الله لدولة الإمارات الشقيقة كل التوفيق، ولقيادتها كل إن شاء الله التوفيق والبركة والصحة والسدود. دكتور فهد الشليمي، شكرا جزيلا لك، أتمنى لك التوفيق، شكرا لحضورك في هذه التغطية الخاصة.